وقاتي قاذي عدي توانينا واندي نازل فلاونا نصوفي غاري السلان سات مازيغ تزوار عهي انفدو سومينوث ان الحالة تقناو تيمي هذي عرفو لأوزي كدي فرانتان زايت بوساقي نذكن اذي ليا اغفور غاروزكا هسوسا غاروزكا اغفور دي ثماء المدية ثو فيرت سيزي وزوف قايت جي جي البومردس البليدال زاير ثمانا ذو غفور غاروزال 15 نيمي لمتران اميل توراجوه كن اذي ليا اغفور دي ثمنا ضي نوغفع نتمور دي اللي تغارتين قسعنا زال بولف و ميتين المترات والحال ذوين أريس جسمي نزه ومذنان لقى الحذران إيمان سن غفص مضي

إضلي ذي قضي دو فخيخ قصحة نغاف السبع نغلو يجي النوم سدينا تكاروس نتباريث غار لفحار نغار ثماء أمي قارن المنار الكبير غار ثمان نمالو ججل جيجل ومزاغ بضند بضان دغار ومضيقا قيلة كذي غال نوس الليح وجف دأم سدي يكسن دأفا فاثن توشول تاقي يكسل كان دقمين الموت وبين تغار وخام توجيان محمد الصديق بن يحيا وكان ذي تسوذ واسي ثمان يضان كسن تفكا نتيمات سلاكو

الاب والام والاطفال ثلاث اطفال الاب راهو على قيد الحياه خرج خرجوه الام كانت غارقه خرجت ثاني خرجوها في زورق صغير والطفله خرجت طفله صغيره في عمرها واحد ست سنوات او سبع سنوات خرجت هي ايضا غارقه وقمنا باجلائها ولكنها غارقه وبقاو عندنا الان زوج ضحايا مفقودين هما زوج اطفال صغار هذه هي الحاله العامه القصة. العدد الاجمالي هو خمسة قلنا الرجل راهو على قيد الحياه او في على مستوى المستشفى والمراه راهي غارقه والطفله الصغيره غارقه وعندنا زوج مفقودين أفلا سنتا لويث دوك سنتا للنظام يخدم أنا ذويذي قس عن العقود ذي ثروانت نبوس عدا السوثران ديوك سنصف إني ما بقى ننسانا نداخذ مثلا من سبانيت زاث بوس قموار فان تغيوان تغاف سبع نوص سنصف نسان ذيك ما مي شمان ذوك سندد السوثران إما بقى نجلاندي ثماه لي وين غور طفران مي ذنوثني كان زوار الحال غاف إما بقى نجي سفيان اشتغلنا من 8 لأربعة 4 من الحد الخميس بتوقيت رسمي وكامل دون دوام جزئي ونقابل بماده رقم 5 التي تقول أن عمليه الترسيم تتم عبر مراحل وخطوات في اطار مناصب شاغره هذه المناصب الشغيرة يعني راى اجحافا في حقنا وتقصير كاين في المرسوم كاين هناك لجنه لجنه مكلفه بدراسه هذه الملفات اين هذه اللجنه؟ لحد الان ما شفنا حتى منها حتى شيء هذا اللجنه كاينه في المرسوم التنفيذي انه لا يجب تكوين لجنه الا انه لا يوجد نطالب بالاسراع في تنفيذ هذه القرارات ثالثا نطالب بادماجنا في مديريات الجديده على مستوى بلديه ولايه بوسعاده المنتدبه البطء الشديد اللي رانا نشاهدوا فيه في عمليه الادماج اللي ثمناها في الاول وانما من بعد اصطدمنا بقرار او التعليم الوزاريه اللي تتكلم عن المناصب الشاغره طبعا بلديه بوسعاده ما لا يوجد مناصب شاغره نادي غير ورقة عن دارنا في <applause> مزدان تقرار تنبا من ديل تسيديران تودار تقاس حانيميا ولاش ذا شو عيسان دي تسويلا تودار تدن وليثة ورقة محمد الأمين بوعافية لكون جمابوكر أطور في سث مالا تتين تذز تهزي السواطاس إيجي قونين ثقرار ثم بن منديل ذي ورجله التمنات طؤون نسع إخرا لنا التوذر ثم تريسي تيغا ذي القاز همي أمانة التسند كان ثيكالتي وشحال ومش عندنا في قاز دوفيرا ما عدناش كان قاز دوفيرا نعانو من القرى هني عيب إحنا كان ولحاسي مسعود ومنطقة بترولية وما عدناش قاز دوفيرا والله لا عيب هاي الجعبة تاع الريزو فيها تمنا عديور ثلاثة كيلو بواحد 6 متر سبعة متر والقزو فين ما عندنا شاد نعانو منه هاد البلاصة راها شغل راها معدومة ما فيها لا غاز لا تريسيتي لا ترونسبور لا حتى حاجة ميتة خلاص هاد البلاصة راها شغل رانا ماناش عايشين في الجزائر الغاز الغاز هو ما كانش الغاز ما مو فيها اقرب واحد الغاز الناس يسكنوا هنا لا غاز لا والو الناس تعاني كاع يهبطوا يهزوا في القراع تشوف القراع كل يوم يهزوا في القراع الان طالعين هابطين الغاز ما كانش تزار تبراش طمنطقي تقونيثن المرثا ذو استهزيع الصغور مضبرا لدغا ين يعني ايغار يعني فزن يعني, يعني جنين المذن ذو الدون الدقس التهلي يدون ترسبور الدراري أنا أطول على سته أنا نروح نخدم على السبعة هو يخرج على التمانية التسعة غير عصر أتكلمكم أروح اربع أقول لكم ماذا رجعوا على واش ترانسبور ما كانش وباش ندينا ولدي في فروض أنا كل يوم أدي ب 20 جيب 20 لعبة قداه هاو سمو الشهرية سما دراهم أنا تاع اللي باش نصرف ولاتي على ولادي ونصرف على كوش طول ما صحليش انا من هذه ناقص لغياب في صنفران لكذا تتين تذا تقصح ثن تذر تذا يعني جاني مزدا غاقيد ما سكيث ويران في غري هو كان اثني دولين واثني دسوفران اثني في فثذ يدرن السلان جاون هنا عرثوفا